يعني بهذه المناسبة السعيدة حملت عيد بن علي وعرف علينا أن ننسى هؤلاء المؤمنين حقا، فهم مهندسي النظافة وهم سفراء هذه البلدة الطاهرة، ليدخل المدينة زائرها من بعيد أو قريب ويلقى المدينة نظيفة فيقول أهل المدينة نظافة. فبفضل هذا الرجال لي مهما حاولنا أن نكرمهم بالتفاتات مثل هذا يبقى يعني قليل وقليل وقليل جدا. فباسمكم جميعا وباسم جميع ساكنة الولاية نرفع لهم أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان لما يقدموه من خدمات جليلة لفائدة مواطنينا. ربي يحفظكم وربي يخليكم دخل إن شاء الله وعمرة ميمونة، وكي تروحوا ادعوا للبلد الطاهرة وادعوا للبلاد وادعوا للجميع.